بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ عبد الرحمن الحربي من مدينة مكة من السعودية، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا. الله يسلمك. في البداية كيف تعرفت على شركة المحيط؟ والله تعرفت على شركة المحيط من ناحية شركة الإمارة للسياحة والسفر أبو عبد العزيز سيد الزهراني. نعم، حيا الله. إن شاء الله تقييمك لأداء شركة المحيط وأداء موظفيها بداية من التراسل معهم بالواتساب. والله صراحة شركة المحيط شركة رائعة ممتازة، وخاصة يعني المعاملة والسواقين كل شيء تمام، يعني من أفضل ما يكون صراحة، من الاستقبال الفندق إلى المطار إلى الجولات كل شيء تمام. الاستقبال في المطار كان جدا كويس، وفي نفس الوقت مرة حالا وصولي وحالا ما وصلت قابلوني في المطار. السواقين والسيارات؟ السواقين والسيارات كانت 100% صراحة كويسة وجدا ممتازة، والسواقين تعاملهم طيب. الجولات السياحية؟ الجولات السياحية والله كانت جدا جميلة، ورحت لأغلب الأماكن مع السواقين والحمد لله. نوعية الفنادق؟ والله نوعية الفنادق كانت كويسة، وكان فيها أفطار وما شاء الله خدمة ونظافة ومواقع ممتازة. الصعوبات التي واجهتك؟ ما في صعوبات، يعني ما في أي صعوبات. كلمة أخيرة؟ والله الكلمة الأخيرة اللي أتوجه بالشكر إلى شركة المحيط، شركة جميلة ورائعة صراحة، وخدمتهم أفضل مما يكون صراحة، وأنصح بالتعامل معهم. بارك الله فيك بإذن الله، وتوصل إلى بلدك بالسلامة. اللهم أمين إن شاء الله، والله يوفقكم ويرزقكم إن شاء الله وتستاهل. في أمان الله إن شاء الله. في أمان الله. مع السلامة.